السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا خبز ديال ساندويتش بالفعل كيجي جد رائع. نتمنى يعجبكم ان شاء الله ونبداو على بركه الله بالمقادير. هنا كنحتاجوا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، كنحتاجوا دانون، كنحتاجوا رشه ديال الملح، كنحتاجوا ربع كاس ديال الزيت، كنحتاجوا كاس ديال الماء ولا بغينا غادي نزيدوا ما دافي. بالنسبه للعبار انا خديت هذا العبار هذا ديال المعلقه ديال الكبيره. وهنا عندنا 500 غرام ديال الدقيق الفرص. نبداو على بركه الله. بسم الله ناخذوا جميع المقادير. نبداو كناخذوا الكاس ديال الماء دافي، قلت لك الا بغينا غادي نزيدو، نضيف له السكر، نضيف له الخميرة، نضيف له دانون السوس، شوية هذا كنضيف له ربع كاس ديال الزيت، وكناخدو كنخلطو هاد العناصر ديالنا هكذا، كنمججوها نخلطوها مع بعضياتها في الداخل مع بعضياتها مزيان. بحال هكدا هانتوما كيف ما كتشوفو، يكون واضح ليكم. من بعد ما خلطناها غنضيفو 500 غرام ديال الدقيق. نضيفو 500 غرام ديال الدقيق، نزيدو عليها الملح، وغادي نخلطو هكذا العجانة ديالنا باش نصوب ونعجنوها هكا. هيا كانت عجينة كنقبطو كنحاولو ندلكوها بحال هكا واحد شوية، نجمعوها على هذا الشكل هذا، فوق سطح العمل. بعد ما نقنا سطح العمل كتجينا على هذا الشكل هكذا، غنقبطو هذا، غندحنو واحد شويه ديال الزيت دهنا شويه بالزيت من الداخل، نقبطو وغادي نديرو ديالنا هكذا، وغادي نسدو عليها ونخليوها تخمر لواحد المده ديال نص ساعه حتى لساعه، المهم حتى تطلع فيها الخميره مزيان، عاد ندوزو للطريقه تاع
التحضير. هنا غنحطو هكذا باش ما يخرجلناش الهواء، باش ما يخرجلناش الهواء منها. على هاد الطريقه هادي ونخليوها تخمر تنطلقو. حنا رجعنا من بعد ما خلينا الخميره ديالنا خمرات، المهم على حسب الجو، حنا رجعنا الجو بارد. المهم خليتها تقريبا ساعه، خليتها تقريبا ساعه، نوريكم ها هي شفتوا كيفاش رجعت لنا الخميره ديالنا، شوف كيفاش طلعت لنا هكذا. ناخذوا غادي نشكلوها بحال هكا، ماشي كنحيدوش من هاد بزاف الهواء، نقبطو غادي نشكلو كويرات ديالنا على هاد الشكل هذا. المهم نقطعهم من بعد غادي نقادهم الحجم اللي بغيت. هاد الشكل هذا ونحطوهم هنايا في الصينيه وكنستمر. المهم وحدين نديرهم شويش كبار، وحدين غنديرهم شويش صغار. هكذا كنستمروا، هادي صغيره ملي تجات هكذا ما نقصهاش. نتوما غديرهم باشكال متوازيه، انت بلا زيت ولا حتى شي حاجه، ها ما كيلصقونا ما والو. كنستمروا هكذا الا جاتكم شي وحده كبيره حاولوا تنقصوا منها، ثم تقسموا بالشكل اللي غادي يجيكم مزيان. هذا الشكل هذا منها شويه. المهم واحد جاتني وقيله كبيره شويه، نقص منها هذه الاولانيه عفوا. المهم ثم قلت كيف ما قلت لكم تقدروا تخرجوا او لا اقل على حساب كي بغيتو. هانتوما 10 عندي 10 نقبطهم، غادي نخطيوهم نخليهم يختمروا واحد شويه ونطلقوا. حنا رجعنا من بعد ما هما تضاعفوا لنا الحجم ديالهم، خليناهم يرتاحوا، انا خليتهم واحد 10 دقائق من الافضل. وهنا عندنا الطحين، هنا عندنا الزبده دايبه ها هي، هنا عندنا الشتا. بسم الله على بركه الله، كناخذوا التلاك ديالنا كنرشوا شويه ديال الدقيق، ما كتروش بزاف، كنطلقوا على شكل دائري. ما كتروش الطحين بزاف باش ما يجيناش فيهم الطحين بزاف. نسرحو على هاد الشكل هكذا، نقلبو الجهة الأخرى. هاد الشكل هكذا كيبان ليكم، هاد الشكل هكذا، نتمنى يكون باين ليكم كتر واضح اكثر. ناخذ الزبده ونبداو ندهنوا، من الافضل الزبده كتندهنوا بالزبده كتجي فيها واحد المذاق رائع خير من الزيت،
الا بغيتو ديرو زيت ديروه ماشي مشكل. المهم كندهنو بحال هكذا، كندهنو جنيبات بزاف كتر من الوسط، كنقبطو كنتنيوها بحال هكذا الجهه الاخرى بهذا الشكل هكذا، وكندهنو الاطراف عاوتاني من هنايا بالزبده. كنتنيوها الجهه الاخرى بحال هكذا على الشكل هذا بحال هكا، ونديروها في لاطا اللي غادي تدخل لنا للفرن ولا نخليوهم يرتاحوا فيها. نعاود معكم واحد الشكل، نجيو لنا الجناب متساويين وندهنوا عاوتاني الاطراف بالزبده. على الشكل هكذا كيف ما كتشوفوا، نخليوها هنايا. دابا ندوزو نوريكم شكل اخر على ما نكمل الشكل اخر، كنسرحوه بحال هكذا نوريكم الاشكال من بعد نكمل انا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. نسرحو دائما على شكل دائري، هنا نجيو غير الأطراف هكذا نديرو غير هاد الشكل هكذا، وكاين هاد الشكل هكذا بحال هكذا ما كنتنيوش كنخليو هذا. اللي بغيتو ديرو يمكنكم ديرو، انا غنكمل نفس الشيء ونرجعو نتلاقاو. ها هما من بعد ما خمرونا كيجيو على هذا الشكل هكذا، ها هما نوريكم. ها هما من بعد ما اختمروا غادي ناخذ تبايا صفر بيضه مع جوج معالق ديال الحليب وقطيرات ديال الخل، وندهنوهم وندخلوهم للفران على المده ديال 15 دقيقه باش يطيبوا لدرجه حراره 200 حتى 220 على حسب الفران اللي عندك. كيف ما قلت لكم ها هو صفر بيضه، غنزيدوا له جوج حتى ثلاثه المعالق ديال الخل، جوج حتى ثلاثه معالق عفوا ديال الحليب، ندخلو انا ثلاثة، ونديرو بضع قطرات من الخل هكذا، غادي نخلطو وغندهنو الساندويتشات ديالنا الخبيز ديال الساندويتش ديالنا. على هاد الشكل هكدا ندهنوهم، نتوما شتو كيفاش تضاعف الحجم ديالهم. هكذا وهذه كذلك، باش ندهنو الطبقي. هنا عندي الزنجلان باش نزين به، وعندي الحبه السوداء ها هي،
عندي الحبه السوداء شويه هكذا من الفوق، هيك تزين، وناخذ السنجن كذلك. ذكرنا من قبل ندخلوهم في الفرن، دابا عندي سخون على درجة حرارة 220 درجة، نشعل من فوق ومن تحت وندخلوهم ونطلقوهم بعد ونخرجوهم، وكيجيو على هذا الشكل هذا. ها هما نطلقوهم بعد ما يطيبو، ها هما من بعد ما كنخرجوهم من الفرن، ها هما طابو لنا كيجيو على هذا الشكل هذا، هكذا كيجيو خفافين هكذا محمرين من التحت بالفعل، ومن هنايا ها نتوما طيبين. نوريكم هكذا لان باقي سخان، ها هما طيبين من هنايا باقي سخانين. غادي نرشهم شويش بالماء، غير رشه خفيفه نرشهم بالماء ونخليهم واحد 10 دقائق من بعد عاد نقدمو. هما خبيزات ديالنا من بعد ما كيوجدوا كيجوني على هذا الشكل هكذا، هنا حنا ها هما كيجيو على هذا الشكل بحال هكذا من هنايا، هانتوما شتي هكذا من الداخل طيبين، من هنايا كذلك، من هنايا هانتوما كتشوفو كجوج دقائق. دابا غادي نعمروهم. هنا عندي كاشير تمر على حسب اللي بغيتو، هنا عندي الفرماج، هنا عندي مطيشة، وهنا عندي الخيار مخلل على هاد الشكل هذا كيجي. دابا نعمروهم كل جهه غادي نعمروها، المهم انا نعمر شي جوج، واللي بغى يعمر شي حاجه يعمرها، كاين اللي كيبغي كاشر كاين اللي ما كيبغيش، على حسب كل واحد. نبداو على بركه الله. هاد الجهه ها انت كتقسم، ها انت شتي كتقسم بحال هكذا، هنا مثلا غندير مطيشه هكذا، هنايا غادي نحل الفرماج نحط هنايا، عفوا الفرماج غنديرو هنايا، هكدا كيجيو طبقات، كيجيو هنايا كاشير، هنايا المطيشة، هنايا الفرماج، هنا غنزيدو الخل، خيار مخلل هكدا غنحلوه، نزيدو على هاد الشكل هكدا، هكدا كيجينا هكدا من الداخل، وكنسدو. ها هو واجد الساندويتش ديالنا، كيجي فعلا جد رائع. عاود نعاود معكم واحد اخر، ناخذ الفرماج مامي، ها نديرو هنايا الفرماج على الشكل هكذا، نزيد وحده مامي مامي، ونديرو مطيشة على هاد الشكل هكدا، كنديرو الخل، خيار مخلل، لا بغيتو تدهنو بلي صوص كيجي بحال هكدا. ان شاء الله يتمنى يعجبكم، نتلاقاو من بعد. ها هما الخبيزات ديالنا اللي وريتكم من قبل كيفاش كيجيو، عندهم بعد ما بردو هما كيجوني على شكل طبقات بحال هكذا، كتحليهم وانا كديرك لتحت، ها هما كيجيو على شكل هكذا، هكذا كيجيو. ها هما من بعد ما عمرناهم بالفعل كيجيو ساندويتشات جد رائعين، اقتصاديين كوجبة وصفة عشاء العشاء، أولا الإنسان يكون خارج بحال هكذا،
هكذا، كتعمر كل جهه باش بغيتي. ها هي كل جهه كتعمرها باش بغيتي. نتمنى الطبق هذا ينال الاعجاب ديالكم.